أنا الفنانة الصايبة هي الفنانة الصايبة دعاء الكتبي، أول مشاركة ديالها في مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث، اللي تكلمنا على التجربة الفنية ديالها كيفاش بدات وكيفاش جات السياق ديال المشاركة ديالها في هذا المهرجان، وشنو هي المشاريع الفنية ديالها في المستقبل، يعني واش كتعتبر هذا المهرجان انطلاقة الفنية ديالها. السلام عليكم، معكم الفنانة الصايبة دعاء الكتبي. هذه أول مشاركة لي مع الكنفاوي وأول مشاركة بهذا الحجم هذا. فايت اللي طلعت في تيسان قبل كانوا ماشي بهذا الحجم هذا، كانوا قل بالحق. الحمد لله قدرنا نتغلبوا على الستريس على الخوف على هادشي كامل، وطلعت ما بين ولاد عريش ولاد مدينتي وحسيت بحال عادي، بحال ما قلنا حتى حاجة. وانا فرحانه بزاف حيت عشان الكنفاوي عطاوني هاد لا شونس هادي، بغيت نشكرهم من هاد المنبر. شنو هي الاغاني اللي غنيتي في المشاركه ديالك؟ غنيت في الاول سمعني نظر ديال سلمى رشيد، وراها بلا عنوان ديال حاتم عمور، واحد كشكول ديال الراي. انت كتعمل الكوفر دابا، يعني واش كتشوف هاد التقليد ديال الاصوات وديك الشيء كيساعدك يعني في اكتشاف الخامات الصوتيه ديالك والامكانيات ديالك الفنيه ديالك؟ انا كنعمل دابا الكافرز، ولكن في المستقبل القريب ان شاء الله غادي يكونوا الاغاني ديالي، وترقبوا. عندك شي مجموعه ديال كتعامل معاهم؟ لا، في كلمات ولا في اللحن؟ لا، كل مره كيفاش صحابي قرابين كيعطوني كيقترحوا عليا كلمات كيعجبوني كيعجبني نغنيهم، وان شاء الله علاش لا. وشنو كتقول لي فان ديالك انت؟ لي فان ديالي هما صحابي، لي فان ديالي هما الناس اللي كيسيبورتيوني والناس اللي كيبغوني. كنقول لهم شكرا بزاف حيت جيتو وحيت حضرتو اليوم، كنشكركم كاملين واحد بواحد حيت كبرتو بيا وجيتو اليوم. Hands up.